صباح الخير، أنا الدكتور أحمد الخطيب، أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم. حالتنا اليوم لمريض عمره 15 سنة أجاني على العيادة بيعاني من انسداد في مجرى البول من فترة طويلة، وهذا الانسداد سبب له أمراض كثير، منها مرض الضغط وألام مزمنة في الرأس والبطن. على الفحص تبين أنه في عنده وجود تشوه في مجرى البول وانسداد، فعمليتنا اليوم راح تكون فتح مجرى البول وترميمه وإجراء تنظير للمثانة للتأكد من عدم وجود انسدادات أخرى. كجراحين المسالك كثير من حالاتنا بنجريها عن طريق التنظير، ونجاح هاي العمليات بتعتمد على حداثة وتطور أجهزة التنظير والأجهزة الجراحية. هذا الحكي اللي بوفر لنا إياه مستشفى الكندي، وبوفر لنا الكادر المدرب وفريق التخدير الرائع. يعطيكم العافية.